مرحبا، عملة تيرا لونا كلاسيك عم تعمل ارتفاع كبير بأكثر من 40% خلال 24 ساعة الماضية. رح اتكلم عن هاي العملة ورح اتكلم عن سبب الارتفاع لحتى نعرف لوين اهدافنا على عملة تيرا لونا كلاسيك. قبل ما نبلش الفيديو بتمنى تضغط على زر اللايك، تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. ولا تنسى انضم لقناتنا على تليجرام، الرابط موجود اسفل الفيديو والرابط موجود في بدر القناة. طبعا بدعوك كمان تنضم على النسخ على منصة بيتجيت، الرابط موجود اسفل الفيديو. قريبا رح نفعل ميزة الكوبي تريد للفوركس على منصة ناجا. خليكم معنا لنهاية الفيديو تعرفوا اخر اخبار سوق الكريبتو. خلونا اول اصدقائي نتكلم عن البيتكوين. بعد ما انخفاض امبارح ارتفعنا لمناطق 38000، ارتفعنا لمناطق 38500 بعد انخفضنا بشكل مفاجئ بعد جني ارباح من الحيتان الى مناطق 35500. حاليا عم نرجع نرتفع لمناطق 37300. طبعا بعد الانخفاض من مناطق 38500 انخفض بيتكوين لمناطق 35000. طبعا صار عندي انخفاض بعملة تيرا لونا كلاسيك من مناطق 0.407 الى مناطق 0.406، لكن الشيء الايجابي انه اقفلنا اعلى الترند الصاعد عند مناطق 0.406.5، وهذا الشيء اللي اعطاني دفعة ايجابية للعملة وارتفاع كبير واغلاق شمعة 4 ساعات اعلى مقاومة الترند الصاعد عند منطقة 0.407. الإقفال على هاي المنطقة وإعادة اختبار أعطاني زخم صعودي كبير جدا، وارتفعنا بأكثر من 40% بعد لحظة الانطلاق والإقفال مرة تانية. ارتفعنا وحاليا نحن متواجدين عند مقاومة مهمة جدا. هاي المقاومة عم نفشل بكسرة من تاريخ 20/6/2023، يعني تقريبا قبل 5 شهور وصلنا لهي المناطق. هاي المنطقة سببت لي هبوط لمناطق 0.405. هذا الشيء بيعني أن منطقة 0.409 مقاومة عنيدة لازم نحذر منها. وإذا كان عندي أرباح دخولي واستثماري من مناطق تواجد الموفيك أبرج 200 على فريم من 4 ساعات، هذا الشيء بيعني أنه لازم أجني أرباحي أو جزء كبير من أرباحي عند هاي المقاومة. عملة تيرا لونا كلاسيك عملة ذات قطع تريليونية، يعني منطقة جني الأرباح رح تكون فعالة بهاي المنطقة. ممكن ما نشوف كسر لهاي المنطقة وممكن ما نشوف حذف صفر آخر ونوصل لمناطق 0.301. لازم نحذر من هذا الشيء ونبتعد بشكل كبير بالوقت الحالي عن عملة تيرا لونا كلاسيك. احتمالية التفريغ راح تكون خلال الساعات القادمة احتمالية كبيرة جدا، يعني ممكن نشوف عملة تيرا لونا كلاسيك ترجع تختبر مرة ثانية المقاومة عن منطقة الصفر 0.407. حاليا يجب الحذر، التداول خطير بشكل كبير. لكن كمان عندي اخبار عن قبول صناديق الاي تي اف سبوت بيتكوين خاصه بشركه بلاك روك. ممكن تكون وتطلع هاي الاخبار باي لحظه، وهاي الاخبار اذا طلعت بشكل ايجابي وتم الموافقه على صناديق الاي تي اف راح تسبب صعود للبيتكوين، وصعود البيتكوين كمان راح يعمل صعود لسوق العملات المشفره. لكن الالت كوين والسوق العملات المشفره راح ينخفض بشكل اقل من البيتكوين، او راح يرتفع عفوا بشكل اقل من البيتكوين بسبب ارتفاع استحواذ البيتكوين. وممكن اي تصحيح البيتكوين بعد الارتفاع او بعد فوم الارتفاع يسبب هبوط كبير للالت كوين. هيك نكون وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى الفيديو يكون اعجبك. برجع بدعوك مرة تانية لتنضم لمنصة بيتجيت، الرابط موجود اسفل الفيديو، وبدعوك كمان لتنضم لمنصة ناجا كمان الرابط اسفل الفيديو. مع السلامة، دمتم بخير.